وللوقوف عند تقرير المبعوثة الأممية بشأن الحالة الحقوقية في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان. سيد عمر، مرحبا بكم. ربما اطلعتم في المركز على تقرير المبعوثة الأممية بشأن الحالة الحقوقية في العراق، كيف وجدتم هذا التقرير سيد عمر؟ أهلا وسهلا بك. أهلا بك سيدي الكريم. بطبيعة الحال ما طرحته السيد هنيس يتعارض مع التقارير الدولية ومنها تقرير الأمم المتحدة التي تصف الأوضاع في العراق بالمأساوية، وكيف لا وأن بغداد هي أسوأ مدينة للعيش في العالم، والعراق أصبح من الدول الأولى من ناحية الجريمة المنظمة وانعدام الخدمات وانتشار الأمراض وتدمية البنى التحتية وانتشار الفقر، والواقع الذي ذكرته في تقريرها حول العملية السياسية والاحتياط هو أقصى من ذلك بكثير. فلم تشر المبعوثة الأممية إلى التدخلات الخارجية لا سيما إيران والميليشيات، على الرغم من اعترافها بأن هناك تحديات كبيرة تواجه العراق، ولكن هذه التحديات ليست النتائج الجديدة التي أوجدتها المبعوثة الأممية، بل هذه نتائج كارثية ونتائج قديمة كانت الأمم المتحدة لها اليد الطولة في المآلة إليه الأوضاع في العراق في الوقت الحالي منذ عام 1991 الحصار الخانق على العراق، وإلى اليوم العراق يجر ولاياته من هذه التدخلات الأممية ومن السكوت أو خضوع الأمم المتحدة إلى قرارات الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاحتلال. سيد عمر، المبعوثة الأممية لم تتطرق إلى ملف المغيبين قسريا، أيضا لم تتطرق إلى موضوع الجثث مجهولة الهوية كما تدعي الحكومة، على الرغم من أن هذا الملف هز العراق ولا يزال. ما سبب في ذلك من وجهة نظركم؟ نعم، الكثير في هذا التقرير يلفت النظر، لا سيما أن التقرير قدم في اليوم العالمي للإخفاء القسري، ولم يأتي التقرير بشيء عن هذه الحالات أو الجرائم الممنهجة والمنظمة التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات. وحقيقة هناك مئات الآلاف من المغيبين قسرا على يد الحكومة والميليشيات، فلم يأتي التقرير على ذكرها. أيضا أوضاع المهجرين والتحديات التي تواجههم من قبل الحكومة، هذا لم يخطر ببال المبعوثة الأممية أن تخطبها هذه التحديات، ولم تذكر أن المدن لم يرجع إليها ساكنوها منذ العمليات العسكرية التي شنتها القوات الحكومية والميليشيات عليها من أجل عملية تغيير ديموغرافي ومن أجل أن تكون هناك خطط دولية على هذه المناطق، كما هو الحال في جرف الصخر وبعض مناطق ديالى وبعض مناطق صلاح الدين ونينوى وحزام بغداد وغيرها الكثير. ايضا التقرير لم يتطرق الى كثير من مشكلات العراقيين الحقيقيه، حصتها هو تسلط الاحزاب على مقدرات الشعب والتحكم بها وفقا لمصالحهم الشخصيه والحزبيه وتبعيتهم الخارج، وهذا ياتي كله ضمن سلسله وحلقه متكامله حتى تتمكن الاطراف الدوليه ولا سيما الاحتلال الامريكي والاحتلال الايراني من احكام السيطره على العراق من خلال هذه. سيد عمر، ونحن نتحدث عن المخفيين قسريا، بياناتكم أفادت قبل عدة أيام في ندوة عنونت بالعراق وبيانات بين الحقيقة والواقع، المخفيين قسريا في العراق حقائق ووقائع، على هذا الذكر أفدتم بأن هناك أعداد تتراوح بين 250 ومليون ألفا من المخفيين قسريا في العراق، لكن ما السبب في ازدياد أعداد المخفيين قسريا؟ ما السبب في ذلك؟ نعم، الأسباب كثيرة، وأهم هذه الأسباب هو سكوت الأمم المتحدة
كما لاحظتم او شاهدتم من المبعوثه الامميه لم تاتي الى هذا الموضوع لانها سوف تحرج الولايات المتحده الامريكيه وسوف تحرج ايران وسوف تحرج وضعها هي كمراقبه للوضع حقوق الانسان في العراق، وبالتالي لم تذكر هذه الاسباب بان الامم المتحده هي من تعطي الضوء الاخضر للحكومه بالتعامل مع هذه الملفات بحريه تامه وان هذا ومن امن العقاب اساء الادب، وبالتالي ان الحكومه هي تفعل ما تشاء ويحلو لها ما تفعل لان الامم المتحده وبالاخص تكون هي لم تاتي الى ذكر هذه الافعال الشنيعه، وبالتالي فان ازدياد اعداد المفقودين واعداد المغيبين قصدا نراه يتصاعد من حين الى اخر بصمت الامم المتحده والمجتمع الدولي، وهذا كله على حساب المواطن العراقي. من بغداد عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان، شكرا جزيلا لكم.